الأناكوندا الخضراء أمام ثعبان البايثون، من سيفوز؟ كل من البايثون الشبكي والأناكوندا الخضراء هما من الزواحف العملاقة. سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة معركة بين هذه الزواحف الضخمة، من سيقوم بافتراس الآخر؟ صحيح أنهما متشابهتان في الشكل نوعا ما، لكن يوجد اختلافات كبيرة كالتي سنتحدث عنها اليوم لنرى قدرات كل منهما ومن يستطيع فعلا التغلب على الآخر. إذا حدثت أي معركة من هذا القبيل، فمن يا ترى سوف يفوز بينهما؟ لننطلق. البايثون الشبكي. أشيع أن الإندونيسيين تمكنوا من اصطياد ثعبان يبلغ طوله 49 قدما. إذا تم تأكيد التقارير فسيكون أكبر ثعبان يتم الاحتفاظ به في الأسر. يعد الثعبان الشبكي أطول ثعبان وأحد أطول الزواحف في العالم، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 25 قدما، ويتراوح متوسط طوله من 10 أقدام إلى 21 قدما، ويمكن أن يصل وزن البالغ منهم إلى 78 كيلوغرام. أما بالنسبة للغذاء، تعتمد البايثون الشبكي بشكل كبير على الطيور والثدييات مثل القطط والخنازير والكلاب البرية والقرود والغزلان، أي تركز أكثر على الثدييات، ويعتمد النظام الغذائي للثعبان على حجمه. أما الثعبان الشبكي الصغير البالغ 4 سنوات فيتغذى بشكل عام على الطيور والجرذان والضفادع. أما في الأسر فيوصى بإطعام الثعبان كل 7 إلى 10 أيام. إذا كنت تطعمه أكثر فإن الثعبان الشبكي سينمو بشكل أسرع. أما عن طريقة صيدها فإن البايثون هي من صائدي الكمائن، يستخدمون البصر والشم لتحديد موقع فرائسهم، ثم يمسكون بالفريسة بأسنانهم ويبدأون في الضغط حتى يتم سحق العظام وتوقف الفريسة عن التنفس، وهذا يؤدي إلى قتل الفريسة بالاختناق. أما عن السلوك فيمكن أن تكون الثعابين جيدة كحيوانات أليفة فقط للشخص الذي يفهم طبيعة هذه الزواحف الضخمة، وإلا فقد تكون مهددة للحياة. كما قلنا إنها ثعابين كبيرة الحجم، إذا لم يتم التعامل معها بحذر فيمكن أن تبتلع إنسان. إن هجماتها على البشر ليست شائعة جدا، ولكن يمكنها فعل ذلك. الأناكوندا الخضراء. الأناكوندا الخضراء هو أثقل ثعبان في العالم، وواحد من أطول الثعابين بعد البايثون، يسمى أيضا بوا. تم العثور على بوا أو الأناكوندا الخضراء في غابات أمريكا الجنوبية، وخاصة في كولومبيا وفنزويلا وبيرو وبوليفيا والبرازيل وفي جزيرة ترينيداد. يمكن أن يصل طولها إلى 18 قدما، ويصل وزن البالغ إلى 120 كيلوغرام. بالنسبة للأناكوندا الخضراء والبايثون، هما سباحان جيدان يساعدانهما على نصب الكمائن ومهاجمة الثدييات الصغيرة مثل القرود والغزلان والخنازير. الأناكوندا ذات جلد رخو ناعم يمكنه امتصاص الماء، وتوجد عيونها فوق الرأس مما يسمح لها بالسباحة والرؤية فوق الماء، ويجعلها ذلك تسبح لفترة أطول. يمكن للأناكوندا أيضا السباحة في المياه المالحة، ولكن ليس لفترة طويلة. أما عن الغذاء، تعتمد الأناكوندا الخضراء البالغة على الطيور والأسماك والسلاحف والثدييات الصغيرة، حيث تبتلع الأناكوندا الأسماك والقوارض. الأناكوندا الخضراء هي أثقل ثعبان في العالم، لذا فإن وجباتهم الغذائية ثقيلة أيضا. في الأمازون، الأناكوندا الكبيرة عادة ما تبتلع التمساح الذي يصل وزنه إلى 34 كيلوغرام، وهذا ما يجعل هذا الزاحف خطرا على البشر. يمكن للأناكوندا أن تقتل وتأكل إنسانا، وهذا يعتمد على حجمه، وقد سبق وشهدناه سابقا في بعض الأفلام الوثائقية حول أكل الناس وابتلاع شخص يرتدي بدلة ضد السحق. من سيفوز؟ هذا صعب للغاية، ويصعب الإجابة على من الذي سيفوز في هذه المعركة عندما يلتقي هذان الثعبانان العملاقان مع بعضهما البعض. بقدر ما يتعلق الأمر بالإحصائيات، تتمتع كل من الثعابين بنفس القدرة والقوة. أحدهما هو الأطول والآخر هو الأثقل، ولكن وفقا لخبراء الثعابين لديهم استنتاج مفاده أن أثقل زاحف لها دائما اليد العليا على خصمه. لذلك ففي هذه الحالة سوف تبتلع الأناكوندا الخضراء البايثون الشبكية إذا التقي بعضهما ببعض.
لكن هذا غير ممكن لأن الثعبان الشبكي بطول 25 قدم ووزن يصل إلى 80 كيلوجراما لا يمكن ابتلاعه بواسطة الأناكوندا الخضراء التي يبلغ طولها 18 قدما وبوزن يبلغ 120 كيلوجراما. والسبب هو أن كلا الثعبانين لهما نفس العرض مع اختلاف الطول، ولا توجد مساحة كافية للأناكوندا الخضراء لابتلاع الثعبان الشبكي. وعلى عكس ذلك يمكن للبايثون الشبكي أن يبتلع بسهولة الأناكوندا الخضراء لأنه يحتوي على أسنان أكثر من الأناكوندا الخضراء وله ميزة الطول. وفقاً لإحصائيات قام بها بعض الخبراء، فإن 55% من الناس يعتقدون أن البايثون ستفوز بالقتال، ويعتقد 40% أن الأناكوندا الخضراء ستفوز في المعركة، وخمسة لديهم آراء مختلفة. أما أنت عزيزي المتابع، فما رأيك؟ من سيفوز على الآخر؟ اترك لنا رأيك في التعليقات.